أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة ماكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. ستقوم مجموعة ماكسيم وفقا للعقد للمنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف وبتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر، هو منتجع نايا الصحي الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.